تأتي سماعات سوني WF-1000XM5 أفضل من سابقتها، حيث تتميز بتصميم أكثر راحة وأداء ممتاز لمكافحة الضوضاء النشطة وعمر بطارية رائع، وتعد واحدة من أفضل سماعات الأذن لإلغاء الضوضاء في السوق حاليا. في هذه المراجعة سأجيب على أهم الأسئلة المتعلقة بهذه السماعات من حيث المواصفات والأداء. ماذا نجد داخل علبة سوني WF-1000XM5؟ نجد في العلبة المصنوعة هنا من ورق معاد تدويره حافظة الشحن، وفي داخلها السماعات باللون الأسود، كتيب الإرشادات، كابل شحن USB-A إلى USB-C، وثلاثة أحجام إضافية من أطراف أذن من البولي يوريثان تناسب الأذن الكبيرة والصغيرة والصغيرة جدا، وذلك لضمان ملائمة صحيحة. نأتي لحافظة السماعات الأصغر حجما هذه المرة مقارنة بالجيل السابق سوني WF-1000XM4، وهكذا تبدو سماعات سوني الجديدة WF-1000XM5. ماذا عن تصميم سماعات سوني WF-1000XM5؟ السماعات هنا أنيقة وفخمة من حيث التصميم، لدينا هنا باللون الأسود وهناك أيضا اللون الأبيض. تأتي هنا مكسوة بغلاف بلاستيكي يتميز بلمسة لامعة على الجوانب ومطفية على مناطق التحكم باللمس. رغم أن هذه الطبقة الملساء واللامعة هنا تمنح السماعات شكلا جذابا، إلا أنها قد تجعلها زلقة بعض الشيء في يدك، لذا الحذر أن تسقط منك وأنت تضعها في أذنك. تزن السماعة الواحدة 5.9 جرامات، بينما تزن الحافظة 39 جراما. هل تعتبر سماعات WF-1000XM5 أفضل من الجيل السابق من حيث الراحة؟ نعم، عند وضع سماعات WF-1000XM5 هنا في الأذن لأول مرة ستلاحظ مدى راحتها. وفقا لسوني تأتي السماعات أصغر بنسبة 25% وأخف بنسبة 20% من الجيل السابق، ما يجعلها أكثر سهولة أثناء الارتداء لفترات طويلة في الأذن. سوني قامت أيضا بتحسين الهيكل الداخلي لأطراف الأذن بجعلها أكثر مرونة، كما تم تصميم سماعات الأذن بفتحات ذات زوايا أكثر. قد تبدو هذه التعديلات التصميمية طفيفة، إلا أنها تساهم بشكل كبير في تحسين الراحة. لن يتعين عليك أن تضغط على السماعة لإدخالها بقوة في الأذن لتصبح محكمة ولا تنزلق للخارج. هل تم تغيير إجراءات على حافظة الشحن الخاصة بالسماعات؟ نعم، قامت سوني هنا أيضا بإجراء بعض التغييرات على حافظة الشحن. بخلاف الجيل السابق تأتي هنا الحافظة مكسوة بطبقة مطفية هنا نموذجية، تبدو كما لو أنها مغلفة بورق أعيد تدويره. الحافظة تأتي أصغر بنسبة 15% من الجيل السابق، وتحتوي الآن على زر مخصص هنا في الخلف للاقتران أو الاتصال، وأيضا مؤشر LED هنا صغير في الأمام. تدعم الحافظة الشحن السلكي عبر USB-C والشحن اللاسلكي QI، وتوفر طاقة بطارية كافية لثلاث دورات شحن. كيف يتم التحكم في السماعات؟ قامت سوني هنا بتحسين عملية التحكم باللمس ووظائف سماعات MWF-1000XM5 مقارنة بالأجيال السابقة، وبمجرد هنا فتح العلبة واستخدام السماعات لأول مرة لن تحتاج الذهاب للإعدادات لتخصيص هذه الوظائف. هل يتعين علي تحميل تطبيق خاص بالسماعات من سوني؟ تحميل تطبيق سوني Headphones Connect ضروري للاستفادة من وظائف السماعات بالكامل. بالإضافة إلى تحديثات البرامج الثابتة، يتيح لك التطبيق إنشاء تخصيصات لملفات IQ، ضبط وضع الصوت المحيطي، وتخصيص وظائف التحكم باللمس. يتوفر التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد وiOS. كما أن تطبيق Headphones Connect ضروري أيضا لتفعيل تقنية سوني 360 Audio Reality وميزة Chat to Chat وتقنية DSEE Extreme، وهي خوارزمية خاصة بشركة سوني لتحسين ملفات الصوت غير المضغوطة عالية الجودة. كيف تتصل سماعات سوني WF-1000XMF بالأجهزة؟ يعتبر الزر المخصص لاقتران أو ربط السماعات بالهاتف هنا في الخلف ميزة جيدة مقارنة بالجيل السابق،
حيث كان يتطلب الأمر وضع السماعات في أذنيك والضغط على حساسات اللمس لمدة 8 ثواني. تدعم سماعات سوني WF-1000XM5 تقنية بلوتوث 5.3 التي تعمل بالشكل الأمثل ضمن مدى 10 أمتار. تنسيقات الصوت المدعومة هنا هي SPC وAAC وLC3 بالإضافة إلى تقنية تشفير LDAC عالية الجودة من سوني والتي تنقل بيانات أكثر بثلاث مرات تقريبا من صوت بلوتوث التقليدي للحصول على جودة صوت عالي الدقة أقرب إلى تسجيل الاستوديو. تدعم السماعات أيضا هنا صوت LE لتدفق الصوت بتأخير زمني ضئيل. كم تدوم بطارية السماعات؟ رغم من حجمها الصغير، هنا تعمل سماعات سوني WF-1000XM5 لثماني ساعات من التشغيل المستمر مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء و12 ساعة بعدم تفعيل هذه الميزة أو بتعطيلها، وكحد أقصى 24 ساعة. ويمكنك شحن السماعات هنا باستخدام كيبل USB-C أو وضع الحافظة كما قلت على لوحة شحن لاسلكية من نوع QI، ويستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين. هل تتوفر سماعات سوني WF-1000XM5 على خاصية الشحن السريع؟ إذا كنت بحاجة إلى شحنها بسرعة، يمكنك الاستفادة من خاصية الشحن السريع Super Quick Charge. بالمناسبة، بشحن السماعات هنا لمدة 3 دقائق فقط تحصل على ساعة كاملة من وقت الاستماع، وهو برأيي شيء رائع. ماذا عن أداء سماعات سوني WF-1000XM5 في إلغاء الضوضاء؟ حقيقة تتميز السماعات هنا بأداء ممتاز لإلغاء الضوضاء النشطة، وتوفر أطراف الأذن المحسنة هنا تثبيتاً آمناً وزيادة في الراحة وعزلاً ممتازاً. يساهم العزل الجيد هنا في منح السماعات فرصة أفضل لحجب الضوضاء المحيطة العرضية عالية التردد والأصوات المحيطة مثل أصوات أعمال البناء، السيارات، الأشخاص وما إلى ذلك. تتمتع أطراف الأذن هنا المحسنة المصنوعة من المادة الرغوية بمزيد من المرونة، وتقوم بعمل رائع في حجب الضوضاء العرضية، وتوفر عزلاً أفضل من تلك المزودة في الجيل السابق، حيث تقلل الضوضاء بما يصل إلى 15 ديسيبل في الأصوات المنخفضة وحتى 50 ديسيبل في الأصوات فوق 1 كيلو هرتز. ما يعزز أداء السماعة أيضاً هو تزويدها بمعالجين جديدين، معالج Integrated Processor V2 ومعالج HD Noise Cancelling Processor QN2E لتحسين أداء إلغاء الضوضاء النشطة. بالتوافق معا، يتيح هذان المعالجان للسماعات معالجة إشارات الصوت من الميكروفونات الستة هنا، 3 على كل سماعة، والتي تستخدم هنا أيضا لمراقبة الضوضاء بشكل أفضل في الترددات المنخفضة. فيما يتعلق بإلغاء الضوضاء، تعتبر السماعات برأيي ممتازة لمن يعمل في مكتب مزدحم أو يجلس في مقهى أو أثناء السفر. في الأوقات التي تحتاج فيها لسماع ما حولك، يمكنك النقر مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى لتبديل وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة إلى وضع الصوت المحيطي، ما يسمح بمرور بعض الأصوات البيئية. يمكنك ضبط كمية الصوت المحيطي الذي تسمعه في التطبيق. ماذا عن خفض الضوضاء الناجمة عن الرياح؟ قامت سوني هنا أيضا بعمل رائع عندما يتعلق الأمر بتقليل ضوضاء الرياح. غالبا ما يتأثر أداء إلغاء الضوضاء النشطة بالرياح، لكن سوني قامت هنا بمعالجة هذه المشكلة باستخدام ميكروفونات السماعات الستة. ماذا عن الأداء الصوتي للسماعات بشكل عام؟ الصوت في المكالمات رائع، ومن حيث تجربة الاستماع للأغاني والموسيقى تتيح السماعات سماع كمية جيدة من التفاصيل الصوتية في الترددات العالية، كما أنها تتيح مساحة صوتية أوسع من الجيل السابق، حيث يمكن التمييز بسهولة بين مختلف الآلات. كما يمكنك التحكم في الترددات المنخفضة وتخصيصها من خلال التطبيق. إذا كنت ترغب في التخصيص بشكل أكبر، يمكنك تفعيل تقنية Adaptive Sound Control والتي تتيح لك ضبط ملفات تعديل الضوضاء ومعادلة الصوت بشكل مخصص بناء على موقعك أو نشاطك. على سبيل المثال، يمكنك ضبط السماعات لتقليل الترددات المنخفضة في العمل أو المنزل، ثم زيادة الترددات المنخفضة أثناء ممارسة التمارين في الصالة الرياضية. بشكل عام، التجربة الصوتية ممتازة وعالية الأداء.
هل تحتوي سماعات سوني WF-1000XM5 على وضع الأصوات المحيطة؟ نعم، ويمكن تنشيطه عن طريق الضغط مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو عبر التطبيق الخاص بالسماعات. هل يمكن لسماعات سوني WF-1000XM5 الاتصال بأجهزة متعددة؟ نعم، تدعم السماعات تقنية بلوتوث المتعددة النقاط، ما يسمح لك بتوصيلها بجهازين مثلا الهاتف واللابتوب في نفس الوقت والتبديل بينهما بدون تأخير أو انقطاع في الاتصال. هل تعتبر سماعات سوني WF-1000XM5 مناسبة للجري؟ نعم، تعتبر السماعات حقيقة خيارا ممتازا للجري والمشي وممارسة الرياضة في الصالة الرياضية، حيث تحتوي على تصنيف مقاومة الماء IPX4، ما يعني أن السماعات لا يجب أن تتلف بفعل العرق. هل تنصحني بشراء سماعات سوني WF-1000XM5؟ حقيقة سماعات سوني WF-1000XM5 تعتبر من بين أفضل سماعات إلغاء الضوضاء المتوفرة حاليا في السوق، وهي ليست رخيصة الثمن، إذ تأتي بسعر $300 تقريبا، ولكن إذا كنت تعطي الأولوية لإلغاء الضوضاء النشطة وجودة الصوت والدعم البرمجي الشامل، فإن هذه السماعات تستحق السعر الذي تأتي به على ما أعتقد مقارنة بما هو موجود في السوق حاليا. أمتلك سماعات سوني WF-1000XM4، فهل يجب أن أقوم بالترقية إلى الطراز الأحدث؟ إن كنت تمتلك الجيل السابق، أعتقد أن تحسينات جودة الصوت وإلغاء الضوضاء النشطة هنا ربما ليست كافية لتبرير إنفاق $300 على الترقية، لكن إن كنت ممن يعانون من مشكلة الحفاظ على سماعات سوني WF-1000XM4 أي الجيل السابق في أذنيك، فإن ميزة الراحة هنا المحسنة عند الارتداء التي تأتي بها السماعات الجديدة هنا XM5 قد تستحق التكلفة الإضافية. كانت هذه إذن مراجعتي لأحدث سماعات أذن لاسلكية من سوني. ما رأيكم في المواصفات مقارنة بالسعر؟ لا تنسوا أن تشاركوني آراءكم. إلى اللقاء.